قال: ما رأيت رجلا ارتفع مثل ما ارتفع مالك من رجل لم يكن له كثير صوم ولا صلاة إلا أن يكون له سريرة. يا رب يا رب. ابن المبارك قال ذلك. طبعا عادي سنشرحها في هذا الباب، لأنهم تعجبوا جدا حقا من مالك. ما الذي يحدث؟ مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام، وهذه تدلك على ما قالوا، لأنه كان منشغل به بالعلم. لكن مش ممكن أيضا تتقدم العلماء من غير ما يكون لك جهد. أنا بقول طالب علم ليس له من الليل ولو يصلي ركعتين، هذا لا أشك أنه طالب علم. لكن كانت السريرة كان معظما لله ورسوله، معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله جعله في الأفاق. قالوا له: ما هذا الموطأ؟ أما رأيت موطأ ابن جريج؟ أما رأيت موطأ فلان وفلان؟ موطأات، موطأات مجلدات. قال: ما كان الله يبقى إلى يوم الناس. إيش؟ الدنيا كلها تطير بموطأ مالك، الدنيا كلها تدخل تفصيلا وتحليلا وتدقيقا وتحقيقا وتخريجا وشرحا وانتقادا واستدراكا وأيضا موافقة، كله على موطأ مالك. لذلك حدا بالشافعية يعني يقول أصح كتاب بعد كتاب الله فلا هو الموطأ. هذا قبل إيش؟ لأنه البخاري ما كانش موجود قبل البخاري في هذا الباب.